هالفيديو فيه كل شيء تحتاج تعرفه عن جزء كول اوف ديوتي القادم بلاك اوبس كولد وور. اولا في الاعلان او العرض التشويقي مترجم للعربي بالكامل. ثانيا راح اخبركم متى وين راح ينزل الاعلان الرسمي اللي راح نشوف فيه جيم بلاي. ثالثا واهم شيء راح نحلل مع بعض الاعلان فيه كتير اشياء عميقه واشياء خرافيه راح تخبرنا عن قصه الجزء القادم، فراح نحلله مع بعض وراح اتكلم واشرح شو هي الحرب البارده او الكولد وور. واخيرا راح اشرح كيف حلوا اللغز وكيف وصلوا للإعلان. أدري مدة الفيديو جدا طويل، بس لا تخافوا، أول 15 دقيقة من الفيديو هي الأشياء اللي تحتاج تشوفها، اللي هي شرح الإعلان والتحليل وكل شيء. آخر 10 دقائق من الفيديو راح تكون شرح كيف طلعوا الإعلان، فممكن ما يهمك الموضوع. أنا راح يعني بعد ما خلص شرح الإعلان راح أقول حاليا خلصنا من شرح الإعلان وراح أشرح كيف طلعوا الإعلان، فإذا ما يهمك خلاص سكر الفيديو. فإيه لا تخاف إنه مدة الفيديو طويلة، أول 15 دقيقة من الفيديو هي المهمة فقط. طيب بالبداية خلنا نشوف مع بعض الإعلان مترجم للعربي بالكامل، بعدين رح نرجع ونحلله مع بعض. فيلا خلنا نبدأ. Understand what's going on around you. You are in a state of war and you have precious little time to save yourself. Slow process which we call active measures. The first stage being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. The next stage is destabilization. What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. The next stage is crisis with a violent change of power structure and economy, period of normalization. This is what will happen in the United States if you allow all the schmucks to put a big brother government in Washington, D.C. who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfilled or not. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. The danger is real. طبعا مثل ما واضح يا شباب هذا تيزر او مثل ما بيقولوا اعلان تشويقي، فما شفنا اي شيء من اللعبه، ما شفنا جيم بلاي، ما شفنا اسلحه، ما شفنا اي شيء له علاقه باللعبه، فقط شفنا مقاطع من السياسه بعالمنا الحقيقي بالحرب البارده بالكولد وور بين امريكا والاتحاد السوفيتي. طيب شو الهدف من الاعلان او شو الهدف من هالعرض التشويقي؟ الهدف بكل بساطه انه يعطينا فكره عامه عن قصه اللعبه، فقصه اللعبه واضح من الاعلان راح تكون بالحرب البارده بالكولد وور بين امريكا والاتحاد السوفيتي. طيب قبل لا نبدا بتحليل الاعلان وقبل لا نبدا بشرح شو هي الحرب البارده، ابيكم تشوفوا معي الغلاف الرسمي لكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور مثل ما شايفينه قدامكم حاليا. صراحه هالغلاف جدا مميز، ما شفنا غلاف لاي جزء من كول اوف ديوتي بهذا الشكل، دائما اي غلاف لكول اوف ديوتي بيكون شخص ماسك سلاح، بس هالغلاف جدا مميز. وكمان لا تفكروا انه والله غلاف عشوائي، الغلاف نفسه له علاقه بالحرب البارده او الكولد وور، راح اشرح الغلاف بعد شوي. طيب وقبل نبدا بتحليل الاعلان، بوصف فيديو الاعلان على اليوتيوب مكتوب تحت فيردنسك 26 اوغست، طبعا فيردنسك هي خريطه الوور زون بمودر وورفير، و26 اوغست اي يوم الاربعاء القادم، فاللي فهموه الناس انه الاعلان الرسمي هذا تيزر، الاعلان الرسمي اللي راح نشوف فيه جيم بلاي راح يكون يوم الاربعاء 26 اوغست
بودكاست وراح يكون داخل الوارزون، لانه كتبوا فيردنسك ما كتبوها على الفاضي. فجدا متوقع نشوف الاعلان جوا الوارزون نفسه، او نشوف حدث جدا مهم بالوارزون وبعدها نشوف الاعلان، لانه اللي ما يدري بالوارزون في بنكرات. هالبنكرات كانوا الاسبوع الماضي كل يوم قاعدين يفتحوا بنكر جديد. طبعا بنهاية الفيديو راح اشرح لكم كيف طلعوا الاعلان، بس احد خطوات انه كيف يطلعوا الاعلان، كانوا يوميا عم يفتحوا بنكر جديد في الوارزون، والبنكر الاخير اللي فتحوه يوم الخميس اللي هو نفس اليوم اللي شفنا فيه الاعلان، جوا البنكر كان في صاروخ نووي. فعليا مثل ما شايفين قدامكم كان في صاروخ نووي، واضح انه هالصاروخ راح يطلع ويفجر الماب او يصير شيء جدا رهيب. فيوم الاربعاء هالصاروخ 100% راح يطلع وينفجر، ويمكن بعدها نشوف الاعلان او ممكن يصير شيء تاني، بس المهم يوم الاربعاء راح يصير شيء جدا مهم بالوارزون. طيب شو هي الكولد وور او شو هي الحرب البارده؟ ان شاء الله لو هالفيديو وصل خلينا نقول 10,000 لايك راح احمل فيديو اشرح لكم بشكل مبسط شو هي الحرب البارده او شو هي الكولد وور. بعض الناس لما يسمع الكولد وور وما عنده اي فكره عنها راح يفكر انه هي حرب بس بمنطقه بارده، او حرب بتلج او شيء من الكلام. طبعا لا، ما له اي علاقه. الكولد وور او الحرب البارده بشكل مختصر هي حرب استخبارات وجواسيس بين امريكا والاتحاد السوفيتي، بدات عام 1947 بعد الحرب العالميه الثانية وانتهت عام 1991، يعني تقريبا من 19 سنة. ليش اسمها كولد وور او ليش اسمها الحرب الباردة؟ لانه فعليا هي مو حرب والله امريكا والاتحاد السوفيتي نزلوا على ساحة المعركة وقعدوا يتضربوا بعض، لا، هي مثل ما قلت لكم حرب استخبارات، حرب جواسيس، حرب بالوكالة، اللي هي مثلا تلاقي بلد معين فيها ناس عم يتقاتلوا مع بعض او في حرب جوا هالبلد، قسم من هالناس اللي عم يتقاتلوا دعمتهم امريكا والقسم الثاني دعمتهم الاتحاد السوفيتي، وهذا الشيء عم نشوفه حاليا بالبلدان العربية للاسف. وطبعا الحرب مو فقط بين امريكا والاتحاد السوفيتي، لا، امريكا وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه. الاتحاد السوفيتي اللي ما بيعرف شو هو، الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن روسيا والصين وكوريا الشمالية واكثر من دولة تانية كانوا عاملين اتحاد بين بعض، والاتحاد هذا سقط عام 1991 بعد حادثة تشيرنوبل. فامريكا وحلفائها ومن ضمنهم دول عربية، فالدول العربية لها دور جدا كبير بالحرب الباردة، والاتحاد السوفيتي وحلفائهم ومنهم كمان دول عربية كانت من حلفاء الاتحاد السوفيتي. فبالمختصر هي حرب جواسيس، حرب استخباراتية، حرب بالوكالة، انه كل دولة بتساعد ناس بدولة معينة ليتقاتلوا ضد بعض، وكمان حرب بين النظام الرأسمالي اللي هو نظام امريكا ودول اوروبية، والنظام الشيوعي اللي بتمثل بروسيا والصين وكوريا وغيرها. الحرب الباردة كلفت امريكا فقط 17 تريليون دولار، هذا مبلغ خيالي، مبلغ ما يتخيل العقل، 17 تريليون، مو مليارد، لا، تريليون دولار فقط امريكا. يعني دولة واحدة بالحرب هاي دفعت 17 تريليون دولار، ما بالكم الحرب كلها على بعضها كم كلفت. طبعا ما بنعرف الحرب كلها كم كلفت لانه الاتحاد السوفيتي او روسيا والصين وكذا ما طلعوا وثائق يثبتوا كم المبالغ اللي دفعوها على الحرب. طيب حاليا خلينا نتكلم على اللي شفناه بالاعلان. بالضبط اللي شفناه بالاعلان شخص اسمه يوري بيزمانوف. هذا الشخص اللي عم يحكي هو ضابط بالاتحاد السوفيتي، ضابط روسي بالاستخبارات، منشق، هذا انشق، هرب من روسيا وراح وانضم لامريكا بالحرب الباردة. ولما انضم لامريكا عطاهم كل اسرار الاتحاد السوفيتي. طبعا هالقصة كلها حقيقية، مو شيء خيال او من اللعبة، لا، كلها قصة حقيقية. واذا بدكم بالوصف راح احط لكم رابط مقابلته كلها مترجمة بالعرب. طبعا بالاعلان جابوا موضوعين تكلم عنهم يوري بيزنوف. تكلم اول شيء ان في جاسوس من الاتحاد السوفيتي او روسيا ارسلوه الى امريكا، وهالجاسوس مو معروف اسمه بس كان له اسم مستعار باسم بيرسوس او بيرسوس هيك شيء نوعا ما. فهذا الشخص بعته للاتحاد السوفيتي ودخل بالحكومة الامريكية، والى الان الى يومنا الحالي هالشخص ما قدروا يمسكوا الحكومة الامريكية ولا الاستخبارات ولا الاف بي اي، ما قدروا يمسكوا هالشخص. هالشخص دخل بالحكومة الامريكية وغير اشياء بالحكومة الامريكية واثر على سياساتها. هالشخص وصل لمنصب كبير بالحكومة الامريكية بس الى الان ما بيعرفوا مين هالشخص. فهذا الشخص حكى انتبهوا في جاسوس بينكم، بس الى الان ما عرفوا من هو الجاسوس، وهو نفسه ما بيعرف من الجاسوس بس بيعرف انه في شخص باسم مستعار بيرسوس موجود بالحكومة الامريكية. فليش جابوا سيرته بالاعلان؟ واضح انه قصة اللعبة او الكامبين راح تكون عن هالشخص، راح يكون هو الشرير الاساسي بالقصة، فواضح القصة راح تكون خرافية. بعدين تكلم عن خطة محكومة، خطة مكتوبة من الاتحاد السوفيتي كانوا راح ينفذوها لو فازوا بالحرب على امريكا،
والخطة كانت فيها أكثر من ستيج أو أكثر من مرحلة. ولو بتسمعوا المراحل هاي فعليا رح تشوفوا أنه المراحل هاي سبحان الله قاعدة تتطبق حاليا على عالمنا العربي فعليا بالحرف، مرحلة مرحلة قاعدة تتطبق على عالمنا العربي. بس ما رح أدخل بالتفاصيل عشان ما أروح ورا الشمس. حكى أول مرحلة بهالخطة اللي كانوا راسمينها الاتحاد السوفيتي هي ال demoralization أو بالعربي الأحباط أو الحرب النفسية أو الحرب السيكولوجية نوعا ما. بالمختصر هو أنك تقنع عدوك أو تقنع الدولة المنافسة أو الشخص المنافس أنه هم ضعيفين، أنه العدو جدا قوي، وخلاص يعني الدولة كلها أو الأمة كلها تشعر بالأحباط أنه نحن ما نقدر نسوي شيء ضد هالعدو، جدا قوي جدا، عنده أشياء متقدمة نحن ما عندنا إياها. ومرة تانية وضع علمنا العربي يعني ما هو بعيد من الحرب الباردة، جدا الأشياء متشابهة. وكمان كلمة demoralization إلها معنى تاني اللي هو حرب أيديولوجية، اللي هي إنك تغير فكر عدوك. فحكى إنه هاي الخطة تقريبا تأخذ من 15 إلى 20 سنة حتى تنجح. وشو معنى هالكلام؟ معناه إنك تغير تفكير العدو، مو فقط عدوك لا كمان الشعب. مثلا كانوا هم مخططين للشعب الأمريكي إنه يتغير تفكيره عن الاتحاد السوفيتي، إنه عن طريق مسلسلات أفلام، عن طريق إنك تنشر الثقافة تبعك عند العدو مشان يتقبلوك وتسيطر فيهم. ففعليا أمريكا هذا الشيء اللي سويته أمريكا بالعالم كله حاليا. أي مكان بالعالم متقبل أمريكا لأنه يشوف مسلسلات أفلام أمريكية ألعاب كل شيء، كل شيء أمريكي، حتى المطاعم، حتى الإنترنت، فيسبوك، يوتيوب، حتى الموبايلات، آيفون، كل شيء صاير أمريكي. فيعني شكل أمريكا لما هزمت الاتحاد السوفيتي سرقت الخطة تبعهم وطبقتها على العالم أو شيء من هالكلام. فأي هي المرحلة الأولى اللي قالها الضابط هاد اللي كانت بخطة الاتحاد السوفيتي. المرحلة الثانية زعزعة الاستقرار، إنك تخلي الدولة المنافسة ما فيها استقرار، سواء إنك تهاجمها أو تخلي الدولة هي من نفسها يصير فيها مشاكل، تخرب الدولة وما يصير فيها استقرار. ومرة تانية لو تشوفوا الوضع حاليا راح تشوفوا هالكلام قاعد يتنفذ بدول بالعالم حاليا ومنها دول عربية. فيعني الأشياء اللي بالحرب الباردة والكولد وور مستمرة إلى الآن. بعدين الحقبة الثالثة هي حقبة التهديد، إنه الشعب يصير دائما خايف، دائما حاسس بالتهديد من العدو، بالتهديد بالموت. فبتلاقي الشعب نفسه عم يتخذ قرارات غبية لأنه خايف أو مهدد نوعا ما. نفس الشيء بأمريكا، يعني بأمريكا فاز دونالد ترامب، أكثر من نص الشعب الأمريكي صوت لدونالد ترامب، ودونالد ترامب حظر دخول المسلمين أو عدد من المسلمين من أمريكا. وبتلاقي مؤيدين عادي موافقين على هالشيء وما عندهم أي مشكلة. ليش؟ لأنهم خايفين من المسلمين، لأنه هنيك عندهم الميديا أو الأخبار دائما يطلعوهم أنه المسلمين إرهابيين وكذا، فبتلاقي ما عندهم مشكلة لأنه حاسين بالتهديد من المسلمين. بعدين الحقبة الأخيرة هي normalization، اللي هو أنه الشعب خلاص يشوف أنه الوضع اللي هو فيه حاليا هو وضع طبيعي، مع أنه هو وضع مو طبيعي، بيكون مثلا في حروب، في مجاعة، في ناس قاعدة تموت، وخلص الشعب تعود على هالشيء، صار الوضع نورمال أو طبيعي. فإيه يعني هاي الخطة كلها اللي قاعدة أتكلم عنها مو خيالية، لا هاي شيء حقيقي. هذا الضابط الاستخباراتي الروسي يلي هرب أو انشق من روسيا وراح على أمريكا سرب هالخطة كلها. فيعني نحن قاعدين نشوف إنه أمريكا قاعدة تطبق هالخطة على العالم حاليا، شكلها سرقت الخطة، قالت إيه والله خطة خرافية خلنا نطبقها على العالم. فعليا كل حقبة ذكرها عم نشوفها عم تصير بالعالم من أمريكا أو من دول أخرى. ذكر الضابط الروسي إنه هالخطة استغرقت عقود لتصميمها، مو والله خطة بيوم وليلة صارت 10 20 30 سنة عشان يعملوا هالخطة. وحتى بعض الناس بيقولوا انه هالخطة من الاتحاد السوفيتي الى الان قاعدة تتطبق على امريكا، لانه هالجاسوس الروسي او السوفيتي لسه موجود بالحكومة الامريكية، او ممكن مات بس يعني خلى حد مكانه الى الان ما مسكه. فانه فعليا قاعد يصير بامريكا حاليا هالاشياء مخطط الها من الاتحاد السوفيتي، بس هي مجرد نظرية ما في اي دلائل عليها. بس لما فاز دونالد ترامب 2016 في امريكا اكتشفوا الاف بي اي او التحريات بامريكا انه روسيا عملت اعلانات جوا امريكا على مواقع التواصل الاجتماعي بامريكا مشان تنجح دونالد ترامب، وهالاعلانات كانت كلها امريكيه، ما في اي شيء يخليك تشك انه هالاعلانات روسيه. بس بعدين اكتشفوا انه هالاعلانات كلها طالعه من روسيا. فبعض الناس مصدقين انه الى الان روسيا عم تتحكم بامريكا من وراء هي الخطه اللي صارت بالحرب البارده. بس مره ثانيه هالكلام كله نظريات. فشكلها السنه لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور راح تكون شيء جدا خرافي، راح تكون قصه جدا عميقه. نحن متعودين قصص البلاك
بلاك اوبس دائما عميقه. قصه بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2 فيها التفاصيل وغسيل الدماغ والسياسه، فشكلها السنه راح تكون قصه جدا عميقه وخرافيه، ونستنى يوم الاربعاء لنشوف الاعلان. طيب خلينا نتكلم على البوستر. البوستر قلت لكم انه راح احلله بعد الاعلان. طبعا البوستر جدا رهيب بس ما فيه اشياء كتير تتحلل. الشيء الاساسي انه بالنص على اليسار جندي روسي او جندي سوفيتي، على اليمين جندي امريكي، وشكل البوستر شكل الصور الموجودة على اليسار وعلى اليمين والصور الموجودة على الجندي نفسه، هاي الصور هالنوع من الصور كان جدا منتشر بالكولد وور او الحرب الباردة. هالنوع من الصور الترويجية او الصور الاعلانية اللي كانوا يستعملوها امريكا وتستعملها الاتحاد السوفيتي، هالنوع من الرسومات كان جدا منتشر بهداك الوقت. هاي بعض الامثلة اللي انتم شايفينها قدامكم حاليا. فاي يعني هالغلاف او هالبوستر ما والله عملوا شغل اي كلام، لا، الصور اللي شايفينها كانت فعلا مستعملة بشكل جدا كبير بحقبة الحرب الباردة. طيب يا شباب، حاليا بنكون وصلنا لنهاية تحليل الإعلان وتحليل البوستر، وعرفنا متى رح ينزل الإعلان ووين رح ينزل الإعلان. حاليا اللي رح أشرحه هو كيف حلوا اللغز على مدى الأسبوع الماضي. لغز جدا طويل ويمكن بدي فيديو ساعتين لأشرح كيف حلوه بالتفصيل، بس رح أحاول أختصر قدر المستطاع. وإذا ما يهمك شرح حل اللغز وكيف وصلوا للإعلان والشفرات السرية هاي كلها، فخلص يمديك حاليا إنك تقفل الفيديو، لأنه حاليا رح أشرح كيف حلوا اللغز خلال الأسبوع الماضي وكيف وصلوا للإعلان. فاي اذا ما يهمك خلاص مع السلامه، بس لا تنسى تدعم الفيديو بزر اللايك وشاركنا بالتعليقات ارائك، واذا يهمك يلا خلينا نبدا بشرح كيف حلوا اللغز. طبعا اللغز بدا لما الشركه ارسلت بعض البروجكترات القديمه، بروجكترات من الخمسينات والستينات جدا بدائيه، لبعض اليوتيوبر، ومع هالبروجكترات طلعت في بعض الصور فيها ارقام واحرف واشياء غريبه. فشرحت، عملت فيديو منفصل مدته تقريبا 15 دقيقه، شرحت كل شيء سووه بالبروجكترات وما بسمت من بلاك اوبس 4 والوور زون، كل الاشياء اللي عملوها لوصلوا لموقع اسمه بون ستيك بون. فلما وصلوا لهالموقع فتحوا عليه وشافوا انه جوا الموقع في تلفزيون قديم وفي خريطه للوارزون، فالناس عرفوا انه هذا الموقع الرسمي اللي راح يعلنوا فيه عن اللعبه القادمه. طبعا بالموقع كان مكتوب تاريخ اللي هو 14/8، فالناس فكروا انه 14/8 اللي هو يوم الجمعه الماضي راح نشوف اعلان كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور بالموقع نفسه، بس ما صار هالشيء. تاريخ 14/8 اللي كان يوم الجمعه، الناس انتبهوا انه بالموقع صار في شريط في اتش اس اللي هو شريط فيديو قديم ومكتوب عليه تاريخ اللي هو عام 1961. لما تضغط على الشريط راح ينحط جوا مشغل الشرايط وراح يشتغل فيديو مدته 20 دقيقة. طبعا الفيديو اللي هيطلع على التلفزيون عبارة عن اهم الاشياء اللي صارت عام 1961. They were unified only on one negative conclusion, and that was that the Shah had to go. Defeat of the civil war, evacuating its last stronghold in north central Laos. Now the communists may want to begin the ceasefire talks. And I believe that in the 19th, the United States can once again capture the imagination of the world. Man. It was then that President Anwar Sadat dropped his diplomatic bomb. He announced that the Russians had been asked to withdraw their advisors from Egyptian soil. أهم الأشياء في عالم السياسة بالحرب الباردة بين أمريكا والحرب السوفيتي والصواريخ بكوبا وغيره. وبالفيديو اللي مدته 20 دقيقة كان كل شوي يقطع وتطلع أرقام هيك 0 1 5 6، هيك أرقام غريبة. فالناس كتبوا الأرقام كلها تبع هالفيديو وراحوا فكروا إنه هالأرقام راح تفتح بنكر بالوورزون، لأنه في بعض البنكرات بالوورزون لازم تحط باسورد عشان تفتحها. راحوا حاولوا مع كل البنكرات ما فتحوا ولا شيء، فعرفوا إنه هالأرقام إلها هدف ثاني. لما خلص الفيديو بالموقع على الشريط اللي بيشغل فيديوهات كتبوا تحت WZ يعني War Zone، بعدين H6 أو H6. فالناس قالوا إنه H6 هي منطقة بالWar Zone. لما تفتح خريطة الWar Zone في بعض المناطق مرقمة بأحرف وأرقام، فـ H6 راح يوديك على منطقة بالWar Zone. بعدين في رقم عبارة عن 5 أو 6 أرقام اللي هو مثلا شايفين قدامكم حاليا 4 9 2 8 5. فالناس قالوا أيوة، لا هذا من جد راح يكون رقم بنكر بالWar Zone. ففعلا راحوا على الWar Zone، راحوا على منطقة H6، دوروا هنيك لقوا في بنكر، وبنكر مسكر ويحتاج باسورد. راحوا حطوا الباسورد المكتوب اللي هو 4 9 2 8 5، وفعليا فتح البنكر ودخلوا عليه. والبنكر كان فيه صور على الحيط، صور لأشياء غريبة
الناس يعني استنتجوا انه هي شفرة سرية، يعني بعض الصور فيها ارقام واحرف غريبة وكذا، فالناس عملوا لها سكرين شوت وشالوها على جنب. طبعا هالكلام انعاد على مدى 4 أو 5 أيام، كل يوم ينضاف شريط جديد بالموقع يحطون الناس، الشريط يكون مكتوب عليه سنة تانية، اظن احد الشرايط عام 1978 واحد عام 1970. فالمهم كل شريط لما تحطه رح يشغلك فيديو مدته 20 دقيقة، الفيديو فيه اهم الاحداث من هالسنة، والفيديو رح يعطيك ارقام عشوائية غير مفهومة، وبعدين بنهاية الشريط رح يكتبوا تحت وورزون ومنطقة البنكر وكود سري. ففعليا يوميا عم يفتحوا بنكر جديد بالوورزون، وجوا كل بنكر جديد في مثل شفرة سرية غريبة. طيب وصلنا لليوم الاخير، واليوم الاخير كمان نفس الشيء، فتحوا بنكر جديد وكان في ارقام غريبة، ودخلوا ولقوا كمان صور غريبة وشفرات يعني جديدة. فاللي عملوه انه خلص البنكرات كلها انفتحت، هذا كان اليوم الاخير. فحاليا في لغز لازم ينحل عشان يوصلهم للاعلان. طيب شو الاشياء اللي عندنا، شو الاشياء اللي رح نستعملها لنحل اللغز؟ اول شيء بكل بنكر كان عندنا صور وشفرات سرية، هي اولا. ثانيا بكل فيديو من الفيديوهات اللي مدته 20 دقيقة على مدى 5 أيام كان قاعد يطلع ارقام غريبة، 1 2 3 4، كل فيديو كان عم يطلع منه ارقام والناس ما عرفوا شو هالارقام. اول شيء فكروا هالارقام للبنكرات، بس لا، اكتشفنا بعدين انه الارقام اللي بتطلع تحت بشريط الفيديو هي تبع البنكرات، بينما الارقام اللي بتطلع بالفيديو نفسه ما لها علاقة بالبنكرات. فباليوم الاخير بعد ما حطوا اخر فيديو، الموقع انضاف عليها الصورة شايفينها قدامكم حاليا. هالصورة شرحت لهم كيف يحلوا اللغز، يعني بسطت عليهم الامور بشكل جدا كبير. طبعا على اليمين مكتوب رقم 115 ومحطوط تحته انه كل لون، مثلا اورنج بعدين ريد جرين كذا، انه كل لون سهم لون اخر. طبعا شو الالوان بالضبط؟ شرائط الفيديو كلها، كل شريط له لون معين، كل شريط، شريط بالاحمر، شريط بالاخضر، شريط بالاصفر. اوكي، فعنا 6 شرائط وكل شريط بلون معين. وبنكرات الوور زون كل بنكر له لون معين، كل بنكر فيه صور وشفرات، كل شفره من هالشفرات لها لون معين. فحاليا عرفنا انه كل شريط فيديو لبنكر معين، فباستعمال هالصوره قدروا يحلوا الشفره السريه لكل بنكر، وكل شفرة حلوها طلعت معهم جملة كمان غير مفهومة. فبالنهاية طلع معهم 6 جمل شايفين قدامكم حاليا، 6 جمل غير مفهومة، عبارة عن أحرف مع بعض ما إلها أي معنى. فحاولوا الناس إنهم يفهموا هالجمل، يلاقوا معنى إلهم، بس ما وصلوا لأي شيء. بعدين تذكروا إنه بكل يوم لما كان يشتغل شريط فيديو كان في أرقام قاعدة تطلع اللي قلت لكم عليها من شوي، فقالوا أكيد هالأرقام إلها علاقة بهالأحرف. فالمهم راحوا جمعوا الأرقام هاي كلها وحاولوا يحطوها مع الأحرف الكلام، وما وصلوا لأي فائدة. فبعدين بعد محاولات وساعات كثيرة اكتشفوا طريقة، اللي هي جابوا الأحرف هاي كلها حطوها بالإكسل على الملف الإكسل، أظن كلكم بيعرف برنامج الإكسل، فحطوا هالأحرف كلها جنب بعض. بعدين واحد منهم انتبه إنه لما تشغل الفيديوهات الستة كلها مع بعض، مو قلت لكم كل يوم في فيديو، لما تشغلها كلها الستة مع بعض كل 5 ثواني رح يطلع رقم بأحد الفيديوهات، فعليا كل 5 ثواني بالضبط. فقالوا أكيد هاي الحركة مقصودة، إنه كل 5 ثواني في رقم بيشتغل بأحد الفيديوهات، أكيد هالحركة مقصودة وما هي عشوائية. فبداخل برنامج الإكسل حطوا كل الأحرف اللي اكتشفوها بسطر واحد، كل جملة كان فيها 24 حرف ضرب 6، فيعني طلع معهم سطر جدا طويل من الأحرف. بعدين حطوا كل الأرقام اللي كانت قاعدة تطلع كل 5 ثواني، كل 5 ثواني بأحد الشرايط في رقم معين، فحطوا الأرقام هاي كلها رتبوها من رقم الأقل للأكبر وحطوها فوق الأحرف ببرنامج الإكسل بالجدول، وطلع إنه مع كل رقم بيطلع لما رتبوهم بيطلع معاه حرف من هالأحرف، يعني 5 أحرف اتجاهلها أو 4 أحرف اتجاهلها، وبعدين حرف واحد هذا إجا بنفس الثانية مع الرقم. فأخذوا الأحرف هاي وطلعت معهم جملة اللي هي A cold war isn't fought on a battlefield. The time bomb is ticking with every second. The disaster is ending closer and closer. The danger is real. طبعا هالكلام بالضبط اللي شفناه بالإعلان، اللي هو الضابط الروسي اللي كان عم يتكلم عليه. طبعا بالجملة اللي حكيتها من شوي كان بيناتها في أحرف غلط، يعني الجملة بتقرأها صح بس في أحرف جاي بنص الكلام غلط وما إلها أي معنى. فهي الأحرف شالوها على جنب وجمعوها مع بعض وطلعت جملة Play the game, find the truth، أو العب اللعبة لتعرف الحقيقة. فأخذوا هالجملة وضافوها على الموقع اللي هو Pawn Take Pawn، وطلع معهم موقع جديد اللي فيه الإعلان. فيعني لغز صراحة شيء بالرأس. أنا حاولت أختصر قدر المستطاع، لو أبي أشرح بالتفصيل كيف حلوا كل شفرة سرية فمدة الفيديو على الأقل رح توصل 2 ساعة. فأي شباب هالفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم، أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شكونا بالتعليقات أراءكم، وبس كان معكم شركيات وشركة كيش كم جهات تاني إن شاء الله. مع السلامة.